يحب الكل ويشفي الكل يقول الكلام ده ويلات الحقيقة. ليه بقى؟ لأن لو الشرير زي الصديق يبقى الايه الشرير الناس كلها تبقى ايه أشرار. ربنا ما بيطالبش نعمل اللي احنا عايزينه وهو في الاخر خالص هيسامح. عشان كده الناس تتعصر شرار. ده الطبيعي ان الايه ان لازم الاله العظيم الحكيم يكون عادل ولازم يكون ديان يدين الشر. لو تخيلتم البلد قالت اللي يقتل اللي يزني اللي يسرق كله احنا ناس طيبين في البلد والحكومة طيبة هتسامح الكل، ايه رأيكم البلد تبقى شكلها ايه؟ فاذا الله حنين طويل الأناة يقبل التوبة يصبر سنين وسنين وسنين، لكن في النهاية خالص لازم يكون عادل ومنتقم من الشرور. لازم يكون عادل ومنتقم منين؟ من الشرور. مش هيسيب ده زي ده، ولازم الكلام ده يتم على الأرض هنا الأول وبعدين يتم فين؟ فوق لغيرهم. فلما شفنا مثلا يعني لما شفنا سدوم وعمورة قبل كده، دي عبرة عشان اللي جاي. طب واللي بيعملوا كده اليومين دول، العبرة دي بتقول لهم هيحصل فيكو كده، هيحصل فيكو ايه، هيحصل فيكو كده، عبرة. وهكذا الشرور الله مجازي عن الشرور، ولازم يظهر صح ايه، يظهر حقه وقداسته. قداسته بتظهر بالطريقة دي، انه ما يرضاش بالشر وانه هو ينجح طريق الايه الابرار. عشان كده الله يستجيب لينا كلنا ويتحنن علينا كلنا ويترائف علينا كلنا. بس على مين؟ على الايه البار او الانسان اللي بيطلبه. الكتاب المقدس كلمنا كتير عن حاجات زي كده، ان الله هو اله النجاح وهو اللي يهب النجاح لولاده فيستجيب لهم. تقول ده الاشرار صعبين ومتعبين ومحاوطين من كل جهة، طب نعمل ايه؟ في النهاية خالص الله ايه يهبنا النجاح لولاده. طب واللي ماشي غلط يقول كسرت امرتهم الذين اسرعوا وراء اله ايه اله اخر. كسرت امرتهم الذين اسرعوا وراء اله اخر. يقول نحن نقوم ونبني نحميه، يقول كده، والله يعطينا النجاح. اللي يعطي النجاح الحقيقة كتاب مقدس مليان حاجات زي كده. فمثلا شوفوا هنا مثلا نحمية أصحاح الأولاني 11 يقول إيه، لتكن أذنك مصغية إلى صلاة عبدك وصلاة عبيدك الذين يريدون مخافة اسمك. وبعدين اعطي النجاح اليوم لعبدك، هيقف قدام الملك وهيكلمه فبيطلب من ربنا، قل له اعطي النجاح اليوم لمين؟ لعبدك. وامنحوا رحمة أمام هذا الرجل. الرجل ده مين؟ الرجل ده مين؟ اللي هو الملك اللي كان هيقف قصاده، لأني كنت ساقيا للملك. وفعلا وقف قدام الملك فبان إنه شكله مكمد. قال له أنت مكمد ليه يا نحمية؟ وليه كده وشك مش زي امبارح وأول وأول؟ قال له إزاي؟ طب أنا إيه أعمل إيه إذا كان شعبي البلد بتاعتي محروقة وشعبي متبهدل؟ قال له عايز ايه يا نحمية؟ قال له انا عايز اروح اشوف البلد دي. قال له خلاص يا نحمية، رغم انه هو ساقي الملك اللي بيعتمد عليه، لكن في الوقت ده قال له ايه، تروح وعينه والي هناك علشان يبني اسوار اورشليم. فاذا احنا اولاد ربنا، الله يعطينا النجاح. كل من يخاف الله يعطيه النجاح الله. في السنكسار اللي اتقرا النهارده بيتكلم عن حزقيا الملك. حزقيا الملك ده اول ما خد المملكه وبقى ملك في سن 25 سنه، ده شاب صغير، ابتدى الاول بالهيكل. راح رمم الهيكل، اللي قبل منه كانوا مبوظين الهيكل وحاطين فيه عبادات وثنيه وتماثيل وثنية. لكن نحمية بسرعة راح الأول يرمم الهيكل، راح بسرعة علشان يرمم الهيكل.
وابتدى حكمه انه هو يخلص لله، وابتدى حكمه يحب ربنا. وبعدين نجح نحمية بطريقة عجيبة جدا في المملكة بتاعته. ده بسبب ايه؟ بسبب انه كان مع ربنا. يقول كده في المزمور الاولاني ان الانسان اللي بيحب ربنا يكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه، تعطي ثمرها في حينه. فاذا سر النجاح هو علاقتنا مع ربنا ومباركته لينا. في بركة وفي لعنة، والله حط دي وحط دي. قال جعلت امامك البركة وجعلت امامك اللعنة. الحياة والموت، اختر، اختار انت اللي انت عايزه. عايز الحياة ولا عايز الموت؟ لو عايز الحياة امسك في ربنا يقوم سبلك، هو هيقوم سبل. طريق ربنا يقوم سبل الانسان. مش معقول الانسان يبارك الانسان الغشاش المكار اللي بيلف ويدور واللي عايز يأذي الناس واللي شراني. هتقولي بس ربنا بيسكت. بيسكت 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 بيسكت، لكن في النهاية خالص لازم هينتقم، منتقم للشرور طويل الأناة، غفور ويسامح ويسكت. في النهاية خالص لازم يقف مع أولاده. عشان كده بيقول لنا موسى وهارون في كهنته وصمؤول في الذين يدعون باسم الرب، يعني كانوا بيطلبوا من ربنا، ماشيين مع ربنا ومتكلين عليه. يدعون الرب وهو كان يستجيب لهم بعمود السحاب، كان يكلمهم. ساعة ما جه جيش بني اسرائيل وفرعون وراه، يقول الكتاب المقدس ان الملاك اللي ساير قدامهم رجع بقى فين؟ رجع بقى وراهم يحميهم. وعمود السحاب، العمود بقى من ناحية موسى زي نور، ومن ناحية والجيش بتاعه بقى ظلام، فصل بين دول ودول. ايه ده رب؟ دي معجزات. اولاد ربنا رغم ان ضيقات كثيرة تقابلهم ومشاكل كتيرة بتقابلهم كل يوم، لكن في النهاية خالص الله يظهر نعمته ومحبته ليهم ويبقوا ناجحين في كل يوم. تلاقي مشكلة جات والحمد لله ربنا عداها. ازاي ربنا واقف معايا؟ واقف معايا في دي وفي دي وفي دي وفي دي، وفي الاخر خالص يبقوا متمتعين بربنا، فرحانين بربنا. هو ده سر فرح اولاد ربنا، ان الله معهم. قصة جميلة جدا وعجيبة جدا في سفر يشوع، لما يشوع كان طالع عليه خمس ملوك بيحاربوه بخمس جيوش بتاعتهم، ويشوع يا دوبك طالع من الصحراء لسه جاي يرس ارض كنعان، وطبعا ما معهوش القوة الحربية بتاعتهم. فيقول يشوع ان ربنا وقف معاه في الموقف ده جدا جدا جدا. وبعدين يقول كده ان هو لما تقرأ في الانجيل يقول وبينما هم هاربون، الاعداء بتوعه هاربون من امام اسرائيل، وهم في منحدر بيت حورون رماهم الرب حجارة عظيمة. الناس دي كانت ناس وحشة جدا ومفترية جدا. في حتة في لسه علماء الاثار بيحكوا عليها اسمها جازر عند اسرائيل. جازر دي كان ملكها من ضمن الملوك دول. كانوا يقدمون الاولاد، الاثار بتقول كده، اولاد محروقه، يقدموا اولادهم وبناتهم للايه؟ للاله، ويحرقوهم. ودي كان حاجه تضايق ربنا جدا، وعشان كده ربنا حكم بطردهم وان بني اسرائيل يرثوا الارض. ولما بني اسرائيل عملوا زيهم حصل ايه؟ ربنا رخرين وداهم السبي. فالله لا ينجح طريق الاشرار. فالمهم يقول بينما هم هاربون من امام اسرائيل وهم في منحدر بيت حورون رماهم الرب حجارة عظيمة من السماء الى عزيقة، فماتوا. والذين ماتوا بحجارة البرد هم اكثر من الذين قتلهم بني اسرائيل بالسيف. وبعدين يحكي حكاية عجيبة قوي، يقول ايه؟ حينئذ كلم يشوع الرب. يشوع كلم ربنا، قال له ايه؟ فيقول كده يوم اسلم الرب الامورين امام بني اسرائيل وقال امام عيون اسرائيل يا شمس دومي، يعني الشمس ما تغربش، يا شمس دومي على جبعون وعلى ويا قمر على وادي ايلون. فدامت الشمس ووقف القمر، دامت الشمس ووقف ايه؟ القمر،
حتى انتقم، يعني الشمس فضلت في مكانها ما غربتش، قعدت تقريبا يوم كامل. والقمر، القمر في البلاد المظلمة من الناحية التانية من الكرة الأرضية فضل ايه؟ فضل في مكانه. والشمس مع البلاد اللي بتشرق، يعني دلوقتي نص الأرض فيها ايه؟ قمر، والنص التاني ايه؟ ليل، النص ليل والنص نهار. النص اللي فيه نهار فضل نهار يوم كامل، والنص اللي فيه ليل فضل ليل يوم ايه؟ تقريبا يوم كامل. وفوقفت الشمس في كبد السماء ولم تعجل الغروب نحو يوم كامل. الآية الجميلة اللي جاية بقى يقول إيه؟ ولم يكن مثل ذلك اليوم قبل ولا بعده. سمع فيه الرب صوت إنسان. عايز يورينا مثال زي ما بيسمع، مش لازم كل يوم يحصل الكلام ده معجزة بالمنظر ده، لكن الله يقف معنا ويهبنا النجاح لو احنا مخلصين وولاده جدا، وان احنا متكلين عليه خالص. مش هيسيبنا، هيعطينا النجاح. هتقولي ده مشاكل ومتاعب اقتصادية وصحية وناس بتتأمر علينا وشياطين بتتعبنا وبتتحاربنا وفي كل حتة مشاكل. اقول لك خلي بالك، الله يستجيب. موسى وهارون في كهنته، وصموئيل في الذين يدعون باسمه، كانوا يدعون الرب وهو كان يستجيب ايه لهم. وهو كان يستجيب ايه لهم. يقول ولم يكن مثل ذلك اليوم قبل ولا بعده. سمع الرب فيه الرب صوت إنسان، لأن الرب حارب عن إسرائيل. الرب حارب عن إسرائيل، يبقى الله يتأنى. في مشاكل كتيرة، في متاعب كتيرة، لكن الله كل يوم بيقف معانا. تروح مشاكل وتيجي مشاكل ونختبر إيده العظيمة وإزاي بينجحنا كل يوم، وصحيح بنتعب صحيح بنتضايق، لكن في النهاية خالص الله هيرفع ولاده ويشهد لولاده. والأشرار ليهم الويلات، الأشرار ليهم الإيه؟ ليهم الويلات. ربنا نجينا من الشر ويدينا نعمة كلنا إن احنا نتكل عليه وإن احنا نستند عليه ونكون واثقين فيه، ما نهتزش ولا نتعب. سمعت قريب عن جماعة الإيه؟ المثليين اللي كانوا بيتريقوا على سورة العشائر ايه؟ الرباني. لكن هل هيسكت الله؟ لن يسكت الله ابدا. يوم في باريس، لو كنت سمعتوا الاخبار، انطفأت باريس كلها، كهرباء بتاعت باريس كلها انطفأت ما عدا مكان واحد، هو الكاتدرائية او الكنيسة في المكان ده، مع ان الكنيسة متغذية بكابلات الكهرباء اللي بتغذي شوارع تانية. لكن حينما انقطعت الكهرباء كانت رسالة من ربنا، ما عدا الكنيسة بتقول هيفضل ولاد ربنا منيرين وناجحين، وهتنطفي الأشرار بنعمته، ومش هيفضل غير ربنا، لأنه في النهاية خالص هو القدوس الغالب الذي خرج غالبا ولكي يغلب. ربنا يدينا نعمة كلنا ويدينا النجاح في حياتنا والفرح في حياتنا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين. اليوم يوافق ذكرى سنوية والأربعين للمرحوم رفعت رسمي، والمرحوم نسيم إبراهيم جرجس، والمرحوم زكريا مرقس مينا، والمرحوم نمر ديمتري، والمرحوم نسيم إبراهيم جرجس، وأيضا للمرحومة فوقية فهيم. ربنا يعزي أسر